السلام عليكم ومرحبا بكم جديد خاوتي وخواتاتي في هذا الفيديو. كما عودناكم اليوم جبناكم اهم اخبار الجزائر. في الاخبار عدنا الجزائر تكشف نوايا فرنسا الخبيثة وسبب توددها من الجزائر. في الاخبار ايضا تحركات مريبة ومكثفة من امريكا تجاه الجزائر، فما هو سر ذلك؟ واخيرا في الاخبار امرأة تونسية تعلن أنها ستتزوج برجلين وستكون الأولى التي ستفعل ذلك في تونس. هذه هي أبرز عناوين أخبار الجزائر اليوم، ما لا بقوا معنا حتى الآخر باش تعرفوا قاعد التفاصيل. وأيضا قبل ما نبدأ وما تنسوش أرجوكم تضغطوا على زر الإعجاب، هذا يساعدنا بزاف نتصدى والحملة السينية. وأيضا إذا عجبتكم فيديوهاتنا وأردتم المزيد اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات باش تصلكم الفيديوهات، وشكرا جزيلا لكم. في الخبر الأول امرأة تونسية تعلن أنها ستتزوج برجلين وستكون الأولى التي ستفعل ذلك في تونس. حيث أعلنت امرأة تونسية تسمي نفسها الحاجة سندس بأنها ستكون أول سيدة تونسية ستتزوج من رجلين في آن واحد. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته الحاجة سندس على منصة التيك توك لهذا الإعلان، وأكدت بأنها حصلت على الموافقة من الرجلين، وقالت أن الزفاف سيكون نهاية شهر ديسمبر الجاري، وأوضحت في مقطع الفيديو أن القانون التونسي لا يمنع زواج المرأة من رجلين على الرغم من منعه تعدد الزوجات للرجال. تابعوا هذا الفيديو وأخبرونا رأيكم في التعليقات. باش نكون اول تونسيه تعقد تتعرس بزوج رجال، لذلك بما ان القانون التونسي يكفي لي اني اتزوج بزوج ازواج ويمنع تعدد الزوجات للرجال ويسمح لتعدد الازواج بالنسبه للنساء، لذلك قررنا انا وزوج اشخاص اخرين باش نعرسوا باش ناخذها من زوج كوا وهما موافقين بيان سور، وقررنا باش نعقدوا القران نهار 31 ديسمبر يستدير ابري دو سومان، نستدعى اصحابي وحبايبي والعباد اللي تحبني والعباد اللي تفرح لي بيان سور، وبهذا سأكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في نفس الوقت. كم أنا سعيدة. وأيضا قالت سندس أنها سعيدة لأنها ستكون أول امرأة ستتزوج من رجلين في تونس في نفس الوقت، ودعت الأصدقاء لحضور الزفاف. وأكد المحامي منير بن صالحة أن القانون التونسي لا يمنع بالفعل تعدد الأزواج، وقال أن القانون لا يعاقب امرأة إذا تزوجت من رجلين ولكنه يمنع تعدد الزوجات للرجل. وشدد بن صالحة على وجود ثغرة قانونية في التشريع، مشيرا إلى أن هنالك الحاجة لإضافة كلمة الأزواج من منع تعدد وليس الزوجات فقط، ولم تكن الواقعة الأولى التي تفجر الجدل في تونس حول الزواج، فقد شهدت أيضا تونس في نوفمبر الماضي أول عقد قران سيكون فيه الشهود والمأذون من النساء، حيث شهدت الكاتبة التونسية ألفا يوسف على قران ابنتها من جانب أم العريس، فيما تولت ضابطة الحالة المدنية عقد القران وسط تباين آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الخطوة التي تعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية. ما رأيكم أنتم في هذا الموضوع أعزائي المشاهدين؟ وهل ترونه منطقي؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. الآن دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر. في الخبر الآخر الجزائر تكشف نوايا فرنسا الخبيثة وسبب توددها من الجزائر. حلت فرنسا أزمة التأشيرات مع الجزائر والمغرب بعد أن قررت تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني هذه الدول. وتساءلت الطبقة السياسية الفرنسية عن سبب تراجع الحكومة الفرنسية عن تقليص عدد التأشيرات الذي كان مقترنا برفض سلطات البلدين المعنية تقديم تصاريح لاستعادة مواطنيها الحراكين المتواجدين في الأراضي الفرنسية بطريقة غير شرعية. في هذا الصدد كشف السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كازافيه درينكورت أن قرار باريس بتطبيع علاقاتها مع الجزائر مجددا لا علاقة له بالغاز على حسبه. وأوضح كازافيه درينكورت أن فرنسا قررت تطبيع علاقاتها كذلك مع تونس والمغرب رغم عدم حيازة هذه الدول على الغاز. ويرى الدبلوماسي الفرنسي أن فرنسا قررت طي صفحة الخلاف لأهمية العلاقات بين البلدين،
وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من الرباط الجمعة إنهاء أزمة التأشيرات التي أثرت على العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا وأيضا الجزائر وفرنسا لأكثر من عام. وتلا هذا الإعلان إعلان إنهاء الأزمة مع الجزائر من طرف جيرارد دارمانين. من جهتها أوضحت الحكومة الفرنسية أن الجزائر رفعت عدد التصاريح الخاصة باسترجاع مواطنيها طيلة السنة الماضية، ولكن الجزائر على علم بأن هذه مجرد تلاعبات من فرنسا من أجل الاقتراب من الجزائر، وطبعا هذه التقربات ستكون دائما بسبب الغاز. يذكر أن باريس أرجعت سبب اتخاذها قرار تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين الذي اتخذته قبل حوالي سنة إلى رفض السلطات الجزائرية التنسيق معها من أجل استرجاع الحراقة. وأيضا أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الضغط الفرنسي بهذا الخصوص أتى ثماره في الأشهر الأخيرة، وأصبحنا نرى أن ترحيل المهاجرين وإعادتهم إلى بلدانهم بات أسهل في الوقت الراهن. فما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ أيضا أخبرونا رأيكم في التعليقات. أخيرا في الأخبار، تحركات مريبة ومكثفة من أمريكا تجاه الجزائر، فما هو سر ذلك؟ يشهد العالم تغيرات جيوستراتيجية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة العالمية، والجزائر ليست بمنأى عن هذا التغيير. وفي هذا الصدد كشفت صحيفة النهار العربي اللبنانية في تقرير مفصل أن واشنطن لا تشيح نظرها عن الجزائر. وأفادت الصحيفة اللبنانية أن زيارات هامة ومميزة بعضها لم نشهد له مثيلا من قبل، على غرار استقبال نائب وزير الدفاع الفريق سعيد شنقريحة للسفير الأمريكي لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين، باتت تصنع الحدث دوليا. وأوضح المصدر ذاته أن الزيارات المنسقة الأمريكية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي صنعت الحدث إعلاميا، لا سيما وأنه استقبل من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي شنقريحة. ووفقا للتقارير ذاتها، تأتي هذه الزيارات عقب التوتر السائد بين الجزائر وواشنطن الذي أحدثه طلب أعضاء الكونغرس الأمريكي بمعاقبة الجزائر بسبب علاقتها مع روسيا. وتعتبر هذه اللقاءات رسالة لأعضاء الكونغرس الأمريكي إلى أن العلاقات بين واشنطن والجزائر لا يمكن المساس بها، رغم طلب أمريكا عقوبة الجزائر بسبب علاقاتها مع روسيا. وفي هذا الصدد قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان عقب لقاء جمعها بوزير الخارجية رمضان العمامرة أن الجزائر شريك قوي لواشنطن من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة القارة الإفريقية. ورجحت المصادر المتاحة أن واشنطن تتحرك بقوة تجاه الجزائر على خلفية التنافس الدولي على مناطق النفوذ في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل والمغرب العربي، وهذه هي منافسة بين أمريكا وروسيا. وأضاف التقرير أن واشنطن ترى في الجزائر قوة إقليمية مفتاحية في الشراكة الأمنية والاستراتيجية في القضايا المرتبطة بالإرهاب والهجرة الغير شرعية بعد انسحاب فرنسا من مالي، وأمريكا معولة على الجزائر لتكمل مهمة فرنسا. وترى الولايات المتحدة الأمريكية أن الدولة الجزائرية بإمكانها تأدية دور هام في تأمين الوضع في المناطق الهشة بفضل قوة جيشها واستقرار مؤسساتها. ما رأيكم في هذا الموضوع أعزائي المشاهدين؟ وهل ترون أن هذه هي ظاهرة فقط وراء أهداف مخفية؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. إخواني وأخواتي، هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الفيديو. أشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، وسنلتقي مجددا في فيديو آخر مع أخبار أخرى. إلى اللقاء.